عزيزي مولود برج العذراء اليوم رح يكون يوم شاق بالنسبة لك، أما عزيزي مولود برج القوس فأكيد بضمن لك أنه اليوم رح يكون بداية جديدة لك على المستوى العمل والعاطفة. أهلين وسهلين ومرحبتين بكل حدا زادنا شرف وتنازل لحتى يشوف هذا البرنامج. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، على ما يبدو أنه الأبراج والتطلع نحو المستقبل بيغري عقولكم كتير، حتى بيوم رأس السنة مثلاً إذا بدنا ناخده مثال، يبدو أن علماء الفلك كما يعرفوا بياخذوا النصيب الأكبر من مشاهداتكم، لكن هل فكرت عزيزي المشاهد بأصل هذا العلم؟ هل دغدغ الفضول عقلك الباطن وطالبه بالبحث عن مدى مصداقية هذا العلم ودقة معلوماته؟ تعال عندي لكان جيت لبين ايدين اللي حيرطف فؤادك وينعنش مشاعرك. اول شيء خلونا نتفق انه عالميا اسم هذا الشيء هو التنجيم، هي اول شغله. بدايه لنسهل المعلومه، يقول العلماء الذين بحثوا في اصل هذا العلم انه مجموعه من التقاليد والاعتقادات حول الاوضاع النسبيه للاجرام السماويه والتفاصيل التي يمكن ان توفر معلومات عن الشخصيه والشؤون الانسانيه وغيرها من الامور الدنيويه. يا أبو حميد اشرح لنا وفهمنا مين اللي وضع حجر الأساس لهذا العلم. يا سيدي البابليين والسومريين كانوا أول من دشن هذا المشروع اللي ضل محافظ على تألقه لليوم. بدك تقلي طيب فهمنا شو الآلية اللي تم فيها هذا الشيء. بقلك كلمة تانية بدي وقف الحلقة وامشي، اتركني فهمك شوي شوي. مثل ما فهمنا أو مثل ما فهمونا كتب التاريخ والجغرافيا أنه الملوك القدام كانوا بيتصفوا بدكتاتورية عالية، وهي الدكتاتورية ورجتهم أنه لازم يسخروا جماعة كان اسمهم طائفة الكهان. الملوك بوقتها لقوهم ما عم يشتغلوا شيء وقاعدين عم يفصفصوا بزر وما عم يشتغلوا، فقالوا لهم أنه تعالوا راقبوا النجوم وتسهروا وتفرجوا عليهم، واي نجم بيتحرك حركه غلط ابعثوا لي اياه لاستفسر منه عن سبب تحركه خارج المسار. وبعدين اجوا الفراعنه وهن جماعه نحن روحنا الدكتاتوريه وعجبتهم الفكره، وسخروا ناس ليطلعوا بالليل ويسهروا ويتابعوا حركه النجوم. والله يا شباب بعد فتره بلشت تتطور هي المراقبه وتحولت لشيء اسمه التنبؤ، مثلا يقعدوا يتنبؤوا بكسوف وموسوف وصاروا ينبؤوا الملوك بهذا الشيء إذا فينا نقول هيك. بعدين صار في أبديت جديد وصاروا يغوصوا أكتر وأكتر وصاروا يحكوا للملوك إنه والله يا معلم بعد فترة بدك تحط إيدك على الدولة الفلانية، والله يا معلم بعد فترة بده يجيك صبي وهيك. والملوك كانوا يتخرفوا وينبسطوا من هذا الحكي ومن هالأفكار ويعطوهم مصاري على هذا الشيء. إجوا ناس وسألوا إنه بالله وإنتوا كيف عم تعرفوا بالمستقبل ونحن لسه ما وصلنا له؟ ردوا المنجمين عليهم وقالوا لهم نحن نعرف ذلك لأن الأحداث التي تدور في السماوات تنعكس على الأرض وهات على كش. المهم لما راحت القصة عند الهنود، الهنود مثل عادتهم روح قلبهم تبهير القصص والبحصة الصغيرة بتصير حجرة، استلموا هذا الموضوع وسموه بعلم الأبراج. بوقتها إجوا الهنود وقعدوا يرسموا لي خطوط عرض وخطوط طول وعلقوا القصة بهي الخطوط وخلوها تتعلق كمان بحركة الكواكب، إنه والله كوكب عطارد طحش على الزهرة وهالشي رح يأثر على مزاج برج السرطان اليوم. هاي الفكرة بتقول إنه مثلا أنت كمواطن اليوم تأخرت عليك رسالة البنزين فانتزع مرائك، فمعقول إنه يكون كوكب عطارد هاجم على كوكب الزهرة ومأثر على علاقة برجك ببرج الجازية؟ ما علينا. بلش اللخم وهات على كش وضل هالكار شغال بنفس الشكل لليوم. هلا بدك تجي تسأل انه نحن معقول من آمن بهالأفكار اللي كانت سائدة من 500 مليون سنة؟ بدي اقلك انه حتى انت نفسك بتلجأ لهي الأفكار. ايه بتلجأ، انت اللي عم تشوفني انت بتلجأ. بدك تقلي لا مستحيل، بقلك حط عينك بعيني ولا تنكر. بدك تقلي طيب ليش لا إلجأ، بقلك تقول غالبية البحوث اللي أكلت من وقت اللي عملوها وشربت انه نحن اليوم بنلجأ للغيبيات واللي من اهمها علم الابراج اذا بدنا نقول انه هو علم، لحتى نحولها لشماعه نعلق عليها الشغلات اللي ما عم تزبط معنا. مثلا والله قال اليوم حبيبتي تركتني وما عم لاقي طريقه ارجع لها، بفتح موبايلي وبشوف برجي، او اذا ما زبط شغلي اليوم معناها برجي مو ظابط، خليني استفهم عن القصه اكثر عبر الابراج. وهي القصه اللي انت بتلجأ لها مشان تواسي حالك مو اكثر على فكره. يعني مثلا اليوم قالوا لي انه والله ببرجك في مصاري حيجوني، مثلا انا برجي القوس، اما فعليا انا ما عم لاقي لهلا غير مصاري عم ادفعها عم تكه، يعني هلا اليوم اذا برج القوس بده يجي مصاري يعني معناها في مليار شخص بدهم يقبضوا مصاري، يعني هلا مثلا انت بتروح على مكاتب تحويل المصاري بتلاقيهم حاطين ورق ملزق على البواب انه والله نحن نعتذر عن تقديم المصاري لاي شخص غير مواليد برج القوس، لانه قال ما في حدا اليوم حيقبض مصاري غير برج القوس.
وهيك أعزائي المشاهدين بكون حطيتكم بالصورة وتركت الأمر بين إيديكم. لحظة حط فاصل مشان ودعكم بعدين. على أمل أني لاقيكم بكرة أعزائي مواليد برج المشاهدين، بدي ودعكم وأطلب منكم أنه تخلوا الأمل بالله أكبر من أي أمل بشي تاني. باي باي.